نجمة الإعلانات. قامت الفنانة نانسي عجرم بتصوير إعلان تلفزيوني جديد لصالح إحدى المشروبات الغازية، لتصبح بذلك الوجه الإعلاني الوحيد للشركة في الشرق الأوسط. التصوير تم في بيروت، وبالطبع كاميرا سكوب كانت هناك والتقت نانسي. يعني فكرة هيك جديدة، فكرة حلوة وهيك قريبة على القلب، بسيطة. إن شاء الله تعجب الناس. ما هو كل هم يرضي. نانسي، شو بدف لك تصوير الإعلانات رغم الشهرة اللي محققتيها يعني لحد هلأ؟ يعني أنا شخصياً يمكن مش بحاجة لانتشار، بس أعمالي بحاجة لانتشار. إذا بتتذكروا